افتح سبرنت يلا. فيه يا ابو عمو انت بتصطاد سمك بالتليفون ولا ايه؟ لا بصور غريب قدامه دقيقتين ويموت. صور ايه؟ تعمل ايه يا زين؟ يخرب عقلك يا زين! الله أكبر. الحمد لله على السلامة يا بطل. خرجتني ليه؟ هو أنت اللي كنت رامي نفسك؟ أيوه أنا رميت نفسي. عايز تقابل ربك كافر؟ زهقت من الدنيا والدنيا كرهاني. الدنيا ما بتكرهش حد، وإلا ربنا ما كانش خلقك من الأساس. أكيد ليه حكمة وسبب. كيف ما جعلنا سبب ان ننقذك دلوقت عشان يديلك فرصه تانيه. سنين علام وشقه عشان شهاده ما عملتليش حاجه، حتى اللي قلبي اختارها وكانت مصبراني ومهونه علي سابتني واتجوزت الجاهل اللي معاه فلوس. والله العظيم والله على قد ما بنصبر على قد ما ربنا بيدينا. خلي عشمك واملك في ربنا كبير، بشر ولا تنفر.